عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان كنا نسمع عن الحمقى وكنا نقرأ عنهم كثير، وما كنت أتوقع أنهم موجودين إلين طلع لنا تويتر. تلقى الناس يتهاوشون ويتطاقون ويتقاطعون ويتلاعنون على أشياء ما لهم فيها أي علاقة. تلقاهم يهذرون في كل فن، وكل واحد منهم واثق بأنه أعقل الناس. يحبون من يمدحهم ولو كان كاذب، ويكرهون من يوجههم ولو كان ناصح. تذكرت قصة لابن عباس، يقولون أنه في يوم من الأيام كان جالس في مجلسه، وجاه واحد قام يهذر عليه مثل اللي يغردون اليوم. كان حاضر المجلس عبد من عبيد ابن عباس. قام ابن عباس واعتق العبد. قام الرجل وقال لابن عباس: وش فيك اعتقته؟ قال ابن عباس: اعتقته شكرا لله اللي ما خلاني مثلك، يعني كثير الحتي والهذرة. قالت العرب: الرجال أربع، رجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك جاهل فعلمه، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذلك نائم فأيقظوه، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذلك عالم فاسألوه، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فذلك أحمق فاصفعوه. إذا بلغك أن غنيا افتقر فصدق، وإذا بلغك أن فقيرا اغتنى فصدق، وإذا بلغك أن أحمقا عقل فلا تصدق. وقيل أن عيسى بن مريم سئل: أتحيي الموتى؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: أو تبرئ الأكمة؟ قال: نعم بإذن الله. أو تبرئ الأبرص؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: أو تبرئ الأحمق؟ قال: هذا الذي أحياني. عقول الناس أصلا قليلة، فإذا خالطت منه أقل منها ذهب هذا القليل. طلبتكم، حافظوا عليها. السلام عليكم.